مساكم الله بالخير. اليوم السبت وموضوعنا كالعادة سياسي كل سبت. التقارب الإماراتي التركي إلى أين؟ شنو سببه وشنو ظروفه؟ لما حكم ترامب حصلت تحولات في المنطقة، شفنا الكثير من التحولات في المنطقة وبالعالم بشكل عام. نفس الشيء لما حكم بايدن، صار تحولات كثيرة وتغيرات كثيرة في المنطقة وفي العالم، آخرها اللي حصل بأفغانستان. خطابات سياسية تغيرت، سياسات دول، علاقات دولية، أمور كثيرة تغيرت في المنطقة بعد استلام بايدن السلطة. من هذه الأمور التحول هذا اللي حصل في العلاقة بين تركيا والإمارات. مثل ما قلنا، هذه الظروف كلها تلقي بظلالها على هذه الزيارة من الشيخ طحنون إلى أردوغان، ثم الاتصال الهاتفي بين أردوغان والشيخ محمد بن زايد. فالأمر هذا يعني، وأيضا تصريح أردوغان بأن الإمارات ستستثمر في تركيا، هذا كله يخلينا نشوف وين رايح الأمور وبأي اتجاه. مثل ما قلت لكم، ما نقدر نطلع الأمور من سياقها. في سباق محموم في المنطقة على كافة الأصعدة، عسكريا، سياسيا، اقتصاديا، على كافة الأصعدة والمجالات. أظن أن هذا الأمر يعني ما نقدر نطلع منها السياق، في سياق التنافس المحموم اللي في المنطقة. الإمارات حققت نقطة حتى الآن، وهي أنها يعني ضيقت الخناق أكثر على الإخوان، وكما هو متوقع أردوغان يعني باع الإخوان أو باع جزء منهم باتفاقه مع مصر، والجزء الآخر باتفاقه مع الإمارات. فيبدو أنه كان خاش جزء عشان يبيعه بيعة ثانية، وبالفعل باعه مرة ثانية. الجزء الأول باعه على مصر، والجزء الثاني باعه على الإمارات. المهم أن هناك من فسر أن الإمارات تسعى لتشكيل تحالف بينها وبين مصر وتركيا، وأظن أن هذا مستبعد. يتضح من خلال ما ستضعه الإمارات من استثمارات في حال كان تصريح أردوغان، صحيح بأن الإمارات ستستثمر المليارات، فنشوف الاستثمارات هذه وين بتروح. إذا راحت على شراء أيا كان الشراء، يعني شراء سلع منقولة، يعني تسليح، مواد صناعية، أيا كان، إذا كان الاستثمار أو الأموال التي تضخها الإمارات عبارة عن سلع منقولة، فإن الإمارات تضع نصب عيونها أو نصب عينها أردوغان، وتتعامل بذلك مع أردوغان، فهي تدري أن أردوغان علاقاته متقلبة وليست ثابتة مع الجميع بما فيها الإمارات. فأما إذا وضعت الإمارات استثماراتها في يعني عقارات، أو في استثمارات مثلا مشاريع تنموية، أو مشاريع يعني أصول ثابتة، فإنها ستكون بذلك راهنت على تركيا وليس أردوغان، بأن تركيا باقية وأردوغان ماشي، ورح تستفيد من هذه الاستثمارات لاحقا، ولا يستطيع أردوغان. يمكن تكون الإمارات متوقعة أن اقتصاد يعني التركي سيتحرك أو سينهض، أو أنه وصل إلى أدنى مستوى، فإن الشراء بهالفترة يعني سيخدم الإمارات. المهم أن الإمارات حاليا حققت نقطة واستفادت بالتضييق أكثر على الإخوان. لكن السؤال، الإخوان إلى أين سينتقلون؟ وهل سيستمرون بعدائهم و إيذاءهم للإمارات ومصالحها من خارج تركيا، أم أنهم سيبقون في تركيا وستكمم أفواههم؟ الكثير من الأسئلة اللي تقول أنه لا يزال مبكرا الحكم على هذه العلاقة، علاقة تركيا والإمارات، هي بداية ليست مستغربة بتاتا. أردوغان يبحث عن مصالحه، يبيع الإخوان يعني بأبخس الأثمان، ما عنده مشكلة، هو أصلا ما أخذهم استثمار،
لتحقيق مصالحه، اليوم وجد ان مصالحه في مكان اخر وانتهت مصلحته مع الاخوان باعهم، ف يعني واضحه الامور. ومن وجهه نظري ان هذا مو الموضوع الاهم خلال الاسبوع، اظن ان الموضوع لا يزال الاهم هو موضوع افغانستان، لكن لاني تكلمت عن افغانستان اسبوعين ورا بعض فما ابي اتكلم الاسبوع الثالث، خلنا اعطيهم بعد مهله شوي. للحين افغانستان تطوراتها هي الحدث الاهم، لكن رايت اني انتقل للحدث اللي اقل منه اهميه وما صعدت اهميته لان ما اكتملت يعني صورته. للحين الامور غير واضحه، للحين ما بين شنو استثمارات، للحين ما بين شنو استفاد أردوغان، ما بين شنو استفادة الإمارات. معقول الإمارات تحط كل الاستثمارات اللي ادعاها أردوغان مقابل تضييق على الإخوان فقط؟ الأمور حتى الآن لم تتضح، لكن أظنها متجهة بهذا المسار. مثل ما قلت لكم تتضح لاحقا إذا شفنا أصول ثابتة، ولا إذا شفنا الإمارات شرت بأصول ثابتة أو أمور يعني منقولة، يبين هي مراهنة على منه، على أردوغان ولا على تركيا. لذلك حاليا هذه هي الصورة وهذا هو شكل الأمور. مثل ما قلت لكم هي في إطار تنافس محموم في المنطقة مع كل في الاتجاهات وكل الأطراف وكل الأصعدة، كل واحد بيشوف مصالحه، كل واحد يبي يلحق، كأن المنطقة يعني مقبلة على مثلا استغناء عن النفط أو يعني يبدو أن الكل يرى بهذا المنظور، يبي يستغني عن النفط بأسرع فترة، أسرع وقت ممكن، حتى أن إذا تم الاستغناء عن النفط فعليا إلا هو مو متضرر. أظن أن هذا هو السبب الرئيسي، وهذه النظرة هي السبب الرئيسي للتنافس المحموم في المنطقة على كل الأصعدة بين كل الدول.